السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرة أخرى معكم من جبال الأندلس الذي تكلمنا عليه. نحن لازلنا جنب المناحل. المرعى المتوفر الآن وبكثرة هو هذا النوع من الأشواك، بيونونو، يسمى بالبيونونو. هو على وشك الإزهار، شاهده كله أخضر لكي يزهر، بمعنى أزهاره زرقاء. متوفر عندنا بكثرة في الجبال، بمعنى أين تضع رجلك فهو كذلك متوفر بكثرة. حبوب اللقاح فيه تكون زرقاء زرقاء، مقبل على الإزهار بعد أسابيع قليلة سنرى هذه الأشواك كلها زرقاء. شاهد رؤوس الزهور مقفلة، هذا هو موسمه. الحمد لله هذه المراعي المتوفرة كأنه قنفود، على شكل قنفود، قنفود بمعنى كله أشواك، لا تستطيع وضع يدك، كله أشواك، لكنه كل هذه الأشواك سبحان الله تزهر يا أخي. هذا متوفر عندنا بكثرة بكثرة، هو الآن متوفر، هو الآن كما نقول الذي يرعى به النحل بكثرة. الحمد لله الله سبحانه وتعالى ما خلق شيء إلا وخلق له رزقه. هذه مراعي كذلك من نوع آخر، الحمد لله ثم الحمد لله، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. هناك غزال ضخم في قلب الصورة، يا الله، هذه في نبذة عن المراعي المتوفر بالجبال الآن. قبل أن يأتي حين وقت الزعتر، فالنحل الآن كله على هذه الأنواع من الشوكيات، وعلى بعض الأزهار، قد تخرج بعض الأزهار، قد تنبت بعض الأزهار، لكن سبحان الله العظيم. شاهد هذا شوك وهذا زعتر، شاهد هذا زعتر تلمسه، لكن هذا شوك لا تلمسه. شاهد أزهار الشوك وهي كذلك مقبلة على الإزهار، سبحان الله، شيء جميل. هذا الشوك كذلك فيه مرعى جيد جيد جدا جدا، تنقصه بعض التساقطات، لو كانت هناك بعض التساقطات سنرى فيه مرعى طويل. أحبكم في الله، أحبكم في الله، إلى أن نلقاكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في عجالة، المنحل هو الذي هذا يظهر في الوسط في عجالة. الكثير يسألني عن المياه، أقول لك بين المنحل والمياه لا يوجد شاهد الماء، شاهد الماء، بمعنى هذه منبع ماء، منبع ماء هناك، شاهد هذا الذي يظهر في الصورة هذا ماء، لكن بين النحل والمياه لا توجد إلا 100 متر، لأن في عالي الجبال الماء دائما متوفر، سبحان الله سبحان الله، دائما الماء متوفر لكل المخلوقات، لكل المخلوقات، بسم الله ما شاء الله. هذا فقط للإجابة على بعض الناس الذي تسألنا عن الماء، عن الماء، عن الماء، بسم الله ما شاء الله. شاهد الأغنام، شاهد الأغنام كيف ترعى، بسم الله ما شاء الله، بمعنى مناطق برية 100%، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.